لما أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. صدع بأمر الله تعالى لما رجع من حجة الوداع، إذ قام خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فنادى الصلاة جامعة وأمر بدوحات فقممه، وأن يبلغ الشاهد الغائب. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي. القرآن والعترة، وأنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم أخذ بيد علي عليه السلام وقال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ نعم يا رسول الله. من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره. قال زيد بن أرقم: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعيني وسمعه بأذني. فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، زينة الخلائق أجمعين، حبيب إله العالمين، المصطفى الأمجد، الرسول المسدد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته شموس المسالك وأسود المعارك، الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع مجموعة الراصد لرصد الشبهات وردها. هذه الحلقة من أهم حلقات مجموعة الراصد، راح نتكلم فيها عن حديث الغدير أو حديث غدير خم. لربما أن هناك ناس ما سمعوا بهذا الحديث، اليوم راح نتكلم عن هذا الحديث وعلى شنو يدل. لكن قبل ما ندخل ونخوض في دلالة الحديث، هناك شخص جاء بشبهات واهية هي أوهن من بيت العنكبوت. خلونا نشوف هذا الشخص ماذا قال وكيف سنرد عليه، تابعونا. ما جاء في حديث مسلم وليس فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، هل دي صحيح مسلم؟ لا مش موجود. افصلها بقى وانتقل للنقطه الثانيه. النقطه الثانيه الزياده دي خارج مسلم. هي عند مين؟ عند الترمذي واحمد والنسائي. الترمذي واحمد والنسائي، خلي بال حضرتك ازاي اختلفوا فيها، منهم من ضعفها ومنهم من قال بصحتها. نعم، وخلي بال حضرتك ازاي، حتى القول بضعفها هو الاوثق. من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني من الذين ضعفوها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. وأرى أن الرجحان في التضعيف وليس في التصحيح. لكن يا أخي، هب أننا ملنا مع المدرسة التي تميل إلى صحة هذا النص، ما فيش أي شيء ولا يفيد شيئا عجيبا على الإطلاق. هذا الشخص يقصد حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. الشطر الأول من الحديث: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا الشخص يذهب إلى ماذا؟ إلى أنه ضعيف، ويقلد ابن تيمية في ذلك. وكذلك تكلم في الشطر الثاني: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. راح نتكلم عن الشطرين، لكن خلونا نشوف مع بعض ماذا قال في المشهد الثاني، بعد ذلك شوفون جوابنا. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، دي عند الإمام الترمذي وعند أحمد. هذه الزيادة حكمها ضعيف عند الأئمة المعتمدين في التوثيق، يعني في التضعيف والتصحيح. هذه الزيادة ضعيفة، اللي هي إيه؟ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. مش كده، نيجي بقى عندي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، نيجي عندي المحكوم عليه بالضعف بقى، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. دي يقال ان اختلف فيها بعض العلم، لكن الصواب والراجح لكل ذي عينين ولكل من درس الحديث روايه درايه ان الروايه ايه؟ ضعيفه. الراجح انه انها ضعيفه يعني. حتى اسحاق الحربي وابن تيميه وابن حزم وغيرهم. لكن لا نقول ابدا، لا لا، مع احترامي، لكل من عنده ذره، لكل من عنده ذره
في العلم الشرعي في الحديث بلغة ودراية لا يقول بصحة على الإطلاق. معلش يعني بنقول سبق قلم سبق لسان عندما انقلب. هذا الشخص الحين يبي يقول ان الشطر الاول من كنت مولاه فهذا علي مولاه ضعيف، اما الشطر الثاني اللهم والي من والاه وعادي من عادى، هذا اصلا ما في عالم عند ذرة في علم الرواية والدراية صحح هذا الحديث. احنا راح نبين له ونأتي له باسماء فطاحل وكبار علماء السنة صححوا الحديث بشطريه، لا بل نزيده على ذلك ايضا. هناك من قال بتواتر الشطر الأول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حتى نبين للمشاهد الكريم المنصف حجم هذا الشخص، وهو بعد ذلك يحكم هل هو جاهل أم معاند، والحكم يرجع للمشاهد الكريم. المصدر الأول سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الرابع صفحة 331، هذا هو الحديث من كنت مولاه فهذا مولاه، هذا الشطر الأول. أما الشطر الثاني اللهم والي من والاه وعادي من عاده. طيب فماذا علق بعد ذلك الألباني؟ يقول قلت وإسناده صحيح على شرط البخاري. وكذلك يقول الألباني في نفس الجزء في صفحة 343 كلام جدا مهم استمع، يقول وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر منها صحاح ومنها حسان. ويقول أيضا وجملة القول أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه. الشطر الأول شنو قلنا؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، والشطر الثاني اللهم والي من والاه وعادي من عاده، بل الأول منه متواتر. الله أكبر. الشطر الأول هذا الشخص يميل إلى تضعيف الحديث، قلد ابن تيمية علما أن الشطر الأول من كنت مولاه فهذا علي مولاه متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله. ويكمل الألباني بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وآله كما يظهر لمن تتبع أسانيد وطرقه، وما ذكرت منها كفاية. إذن الرجل تتبع الأسانيد والطرق وحققها حتى توصل إلى أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه متواتر. فشوفوا أنتم الفرق ضعيف ومتواتر. نجعل الحكم لذوي العقول والإنصاف. الألباني أيضا في نفس الجزء كلام جدا مهم يرد على ابن تيمية، فماذا يقول في صفحة 344؟ يقول الألباني إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب. انظروا ماذا يقول الألباني الآن، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان. هذا حال ابن تيمية الذي قلده هذا الشخص في خصوص هذا الحديث الشريف. مو بس الألباني، لا، حتى ابن حجر العسقلاني عنده كلام جدا مهم في ابن تيمية ورد للأحاديث في كتاب لسان الميزان الجزء السابع صفحة 388 في ترجمة العلامة الحلي رضوان الله عليه. يقول ابن حجر لكن وجدته يعني ابن تيمية كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه يعني ابن تيمية رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مضانها، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان غائل للنسيان. وكم كلام جدا مهم،
وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه. الله أكبر. تفضلوا. هذا الشخص الذي نرد عليه يتشبث بكلام ابن تيمية الذي ينتقص من أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه ويرد حديث متواتر. طيب الحين احنا قلنا الشطر الأول متواتر من كنت مولاه فهذا علي المولاه. طبعا التواتر يا جماعة وبأعلى مراحل الصحة، أعلى درجات الصحة، يعني فرق كبير وشاسع جدا بين المتواتر والضعيف. متواتر يا جماعة يقينا صدر من فم النبي صلى الله عليه وآله. خلونا نشوف مع بعض كم عالم قال بأن من كنت مولاه فهذا علي المولى متواتر. في كتاب الفوائد الحديثية للإمام الذهبي في الجزء الأول صفحة 82 و83 و84 هذا هو الحديث، فأخذ بيدي علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول الذهبي هذا حديث حسن عال جدا ومتنه فمتواتر. وقال المحقق في أسفل الصفحة وقد صرح كثير من العلماء بتواتر هذا الحديث الشريف وروايته عن عدد كبير من الصحابة. وفي صفحة 84 يقول المحقق وممن صرح بتواتره السيوطي في الأزهار المتناثرة وكذلك المناوي في فيض القدير والعجلوني في كشف الخفاء والأمير الصنعاني. إذا تبين الآن أن حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه الشطر الأول شنو؟ متواتر، يعني ما يحتاج حتى نبحث في سنده لأن مبحث علم الإسناد لا يدخل في ماذا؟ في التواتر. أن الشخص يبحث عن سند المتواتر حديث متواتر يبحث في سنده هذا ضعيف هذا كذا، لا، متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله. الآن سوف نبين أحد علماء السنة من المتقدمين وأحد علماء السنة من المتأخرين ومن المعاصرين، كلهم صححوا حديث الغدير الكامل بشطريه من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أما هذا الشخص لا أدري هل سيتهم هؤلاء العلماء بأنهم يعني لا ذرة لديهم من علم الدراية والرواية؟ خلونا نشوف هؤلاء العلماء وكيف صححوا هذا الحديث. كتاب صحيح ابن حبان الجزء 15 صفحة 376 لاحظ اسمه الصحيح ابن حبان، يعني ابن حبان يلتزم الصحة في كتابه هذا. هذا هو الحديث من كنت مولاه فإن هذا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا بالنسبة إلى المتقدمين هو من ابن حبان. نروح إلى أحد المتأخرين وهو ضياء الدين المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة، أيضا هو يلتزم بصحة الروايات الموجودة في كتابه. الأحاديث المختارة بتحقيق الدكتور عبد الملك بن دهيش المجلد الأول في الجزء السادس صفحة 106 قال علي رضي الله عنه أنشد الله من سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم الله ولي وأنا ولي المؤمنين من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. يقول محقق الكتاب إسناده صحيح. هذا بالنسبة حق منه المتأخرين. أما من المعاصرين فهو الحويني أيضا صحح إسناد هذا الحديث. تهذيب خصائص الإمام علي عليه السلام صفحة 81 و82 قال علي كرم الله وجهه في الرحبة أنشد بالله من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم يقول إن الله ورسوله ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. وقال أبو إسحاق الحويني إسناده صحيح. فهل هؤلاء في نظر هذا الشخص لا علم لديهم في علم الرواية والدراية؟ نترك الحكم للمشاهد الكريم. خلونا نشوف المقطع القادم ماذا قال.
من كنت مولاه فعلي مولاه. نقطع مع بعض زي ما انت قلت، دي اهم شيء يبقى لازم نقف عنده كده. ابن الاثير بيقول ايه؟ هذه الكلمه تطلق على 10 معاني، لها 10 معاني. تطلق على الرب، وتطلق على المالك، وتطلق على المنعم، وتطلق على الناصر، وتطلق على المحب، وتطلق على الحليف، وتطلق على العبد، وتطلق على المعتق، وتطلق على ابن العم، وعلى الصهر. كل هذه المعاني يا استاذ طارق تطلق عليها كلمه مولى. بما ان لها المعاني كلها النبي كنا نفهم كلامه ازاي؟ نعم. اذا كان لزاما النبي يقول لنا من كنت وليه فعلي خليفته من بعد وفاته. خدت حضرتك ازاي؟ لانها تحيرني في 10 معاني اجيبها ازاي؟ اذا كان لزاما انك بتقول لي ان النبي هيقول علي هو الخليفه من بعد، وهذا مما لم يحدث على الاطلاق ولم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. خدت حضرتك كان يقول في هذا اليوم في عرفه حيث الحجاج مجتمعون وكان يقول يا جماعه من كنت وليه فعلي وليه بعد وفاتي. التقييد علي هو الخليفه من بعد والابلغ والاصح الخليفه من بعد، وقد اوتي مجرح الكلم يعني. وقد ذكر المتحدث كلمه من بعده كقرينة على الخلافة، وهي مذكورة في روايات أخرى معتبرة وإن لم تكن في حديث الغدير خاصة. إذن هذا الشخص يبي يقول أن ابن الأثير وهو أحد علماء اللغة أيضا يقول أن معنى كلمة المولى لها معاني عديدة، وعلشان نحدد المعنى الصحيح نحتاج إلى قرينة. هذا الشخص أقر بأن كلمة وليكم من بعدي، أن الإمام علي وليكم من بعدي، إقرار على خلافته سلام الله عليه بعد النبي، مو صحيح؟ إنزين خلونا نشوف هل فعلا جاء حديث بهذه الكلمة ولا لا، والحكم لكم أنتم. في كتاب تهذيب خصائص الإمام علي عليه السلام صفحة 75 حديث رقم 84، جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب عليه السلام، فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرناه ما صنع، وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وآله فسلموا عليه فانصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السرية فسلموا على النبي صلى الله عليه وآله، فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر أن علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قام الثاني وقال مثل ذلك، ثم الثالث فقال مقالته، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا معي الحين في أي حال، والغضب يبصر في وجهه، فقال ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. صلى على محمد وآل محمد. وقال أبو إسحاق الحويني إسناده صحيح. فلاحظ كلمة ولي كل مؤمن من بعدي، هذا الشخص أراد هذه القرينة حتى تفيد على ماذا؟ الخلافة. هذه القرينة جئنا بها. وأيضا صحح هذا الحديث كذلك الألباني في كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن أبي عاصم صفحة 519 و520، عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. قال الألباني إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، إلى أن يقول وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. يعني عندنا أبو إسحاق الحويني، عندنا الألباني، عندنا الحاكم، وعندنا منه الذهبي. أربعة من العلماء صححوا هذا الحديث أن علياً وليكم بعدي. لا، وخلونا نزيد عليه بعد في نفس الصفحة، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا
وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. يعني لفظ صريح، أنت خليفتي يا علي في كل مؤمن من بعدي. أتريدون لفظا أصرح من هذا؟ ويعلق الألباني بقوله إسناده حسن ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلى أن يقول وأخرجه الحاكم بطوله من طريق أحمد، ثم قال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. إذن هذا الحديث أيضا صححه كم واحد؟ ثلاثة، الباني، الحاكم، الذهبي. فماذا سيقول هذا الشخص الآن؟ شوف الدقة. يا سلام على الدقة، يا سلام. هل سيقر أم سيعاند؟ الأمر متروك للمشاهد الكريم، هو الذي سيحكم. خلونا نشوف المقطع القادم وشنو قال. وبين أن المولى له 10 من المعاني، بل بعضهم قال بأكثر من ذلك. إذن لابد من قرينة توضح المعنى المراد، وهذا ما لم يقوله المتشيعون مطلقا، وهذا ما لم يقوله المتشيعون مطلقا. إذن هو يريد أن يقول بأن الشيعة لا يملكون أو لا يقولون بوجود قرينة تدل على الخلافة في هذا الحديث. وحتى يمرر هذا التدليس نسب إلى الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه كلاما. ماذا قال؟ شوفوا معي. خلاصة المسألة ما جعل بال قول النور الطبرسي، لم يصرح النبي لعلي بالخلافة بعده. خلي بالك، شوف التناقض ده، شوف التناقض. هم يقولوا صرح، لأن المعنى هنا كذا، أو لم يصرح النبي لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خم، وأشار إليها بكلام مجمل مشترك. شوف، بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها إلى قرائن. خدت على حد أجزاء لفصل الخطاب. هذا الكلام الذي نسبه للشيخ النور الطبرسي رضوان الله عليه سبق وأن رددنا عليه في حلقة سابقة. ألا ترى كيف لم يصرح النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بالخلافة بعده بلا فصل؟ هذا من؟ هذا النور الطبرسي. لو يلاحظ المشاهد أن في الشاشة الآن أمامك مكتوب في نفس الصفحة الأولى التي ذكرها، التي عرضها، مكتوب فإن قلته. لاحظ، هذه يا جماعة شبهة نقلها العلامة الطبرسي على لسان المستشكل. شبهة نقلها العلامة الطبرسي على لسان المستشكل، يعني مو كلامه. هذا شخص ماذا فعل؟ نسب هذه الشبهة لمن؟ للنور الطبرسي رحمة الله عليه. وأما رأي العلامة النوري في هذه المسألة في أدلة الإمامة عموما، شنو رأيه؟ في نفس الصفحة الثانية اللي ذكرها، صفحة 181، الآن العلامة النوري يرد الإشكال. ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. قلت هذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت التي هي أوهن البيوت، فإنه منقوض. ثم ذكر أولا وثانيا إلى أن وصل إلى ثالثا. ماذا قال؟ بتصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافتهم، يعني الأئمة عليهم السلام، على ما نراه معاشر الإمامية من ثبوت النص الجلي في الأخبار المتواترة في مرات عديدة كما قرر في محله. هذا جواب الشيخ النوري على الشبهة التي أوردها من المستشكل. فهذا الشخص ماذا فعل؟ نسب الشبهة للشيخ النوري. أما الآن سنتكلم عن حديث الغدير، لكن قبل ما نخوض في حديث القدير محتاجين مقدمة صغيرة وبسيطة. هناك جزء من آية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبي نعرف معنى كلمة أولى في هذه الآية ماذا تعني. نروح إلى عالم من أكبر علماء السنة وهو الطبري، في تفسيره ماذا يقول. في تفسير الطبري الجزء التاسع صفحة 182 يقول الطبر، يقول تعالى ذكره النبي محمد، الله صل على محمد وآل محمد، أولى بالمؤمنين، يقول أحق بالمؤمنين به من أنفسهم، أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم ف
فيجوز ذلك عليهم. لاحظ كلمة شنو؟ أولى. شنو معنى كلمة أولى؟ أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم. الآن هذا كلام الطبري بيّن فسر معنى كلمة أولى. حطها في بالك، حطها في ذهنك. خلونا نروح إلى العالم الآخر، المفسر البغوي. ماذا يقول تفسير البغوي؟ صفحة 1023 يقول البغوي: قوله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم. زين، هذا كلام البغوي. الآن خلونا نشوف كلام أحد العلماء أيضا. قلنا الطبري والبغوي، والحين نشوف ابن الجوزي. ابن الجوزي في كتاب زاد المسير في الجزء السادس صفحة 352، لاحظوا ماذا يقول. قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق، فله أن يحكم فيهم بما يشاء. قال ابن عباس: إذا دعاهم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم، وهذا صحيح، فإن أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم، والرسول يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم. لاحظ، طاعة، وجوب الطاعة وحكم هذا الشخص يكون نافذ في من؟ في المؤمنين. إذن هذا معنى كلمة شنو؟ أولى. خلونا نطبق الآن كلمة أولى هذه بالمعاني المذكورة من قبل الطبري والبغوي وابن الجوزي على حديث يوم الغدير، وخلونا نشوف ماذا قال النبي وبماذا ذكرهم. في مسند أحمد جزء 32 صفحة 56 عن أبي الطفيل قال وهو صحابي: جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ما سمع. لما قام فقام 30 من الناس، وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده، يعني أخذ الإمام علي عليه السلام، فقال للناس، جدا مهم هذا الكلام: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يريد أن يذكرهم بالآية التي فسرها قبل قليل ثلاثة من علماء السنة: الطبري، البغوي، ابن الجوزي. أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. الكلام جدا واضح، يعني الذي كان النبي يتصرف في شؤونه كذلك هو الإمام علي بن أبي طالب، حكمه نافذ في المؤمنين في المسلمين جميعا كما هو حكم النبي صلى الله عليه وآله. كل ما للنبي هو لعلي عليه السلام في الأمور الدينية، في الأمور السياسية، في الأمور الدنيوية، في كل شيء. فحينما قال النبي صلى الله عليه وآله أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ذكرهم في الآية، وهذه قرينة واضحة لا يلتبس فيها أحد إلا من كان معاندا، إلا المعاند هو الذي يلف ويدور. الكلام جدا صريح وواضح، والقرينة واضحة. إذن من كان يتصرف في شؤونه النبي هو كذلك الإمام علي عليه السلام. وأيضا نكمل الحديث: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: فخرجت، يعني من أبو الطفيل، فخرجت وكأن في نفسي شيئا. سؤال: إذا كان هذا الحديث يدل على المحبة والنصرة، شنو الداعي في نفس أبو الطفيل يشك في الحديث؟ إلا أن هذا الشخص أبو الطفيل فهم شيء خلاه يروح يسأل
صحابي آخر؟ هل فعلا النبي قال ذلك لعلي عليه السلام أم لا؟ ماذا يقول؟ يقول: فخرجت وكأن في نفسي شيئا، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت عليا رضي الله عنه يقول كذا وكذا، يعني حديث الغدير. قال: فما تنكر؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك له. بعد ذلك يعلق شعيب الأرنؤوط على الحديث بقوله: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلى آخر كلامه. ماذا فهم أبو الطفيل من هذا الحديث؟ هل مجرد محبة ونصرة؟ إذا كان محبة ونصرة فلماذا سأل؟ إذا كان هذا المحبة والنصرة ليش يسأل؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في القرآن، إلا إذا هذا الحديث عند أبي الطفيل معناه شنو؟ الخلافة وولاية لأمير المؤمنين عليه السلام بكل وضوح. أعزائي، ذكرنا الحديث من مصادر كثيرة، وهذا الحديث بينا فيه القرينة الواضحة على ولاية وخلافة أمير المؤمنين عليه السلام بلا فصل في مسند أحمد كما بينا. وإلى هنا أعزائي انتهت هذه الحلقة، انتظرونا إن شاء الله في حلقات قادمة، وإلى ذلك الحين عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.